مشاهدي متن الخبر ساصحبكم اليوم في جوله لما جاء في الصحف الفلسطينيه والعربيه والعالميه، مواضيع عده سنتطرق لها اليوم ابرزها سياسه نتنياهو وتقرير مولر الذي اصبح كالضجيج على اذن الرئيس الامريكي دونالد ترامب على ما يبدو، كالعاده نبدا مع الصحف الفلسطينيه وصحيفه الحياه الجديده وهذا المقال الذي جاء بعنوان نصر نصر ودروس بيرزيت كل عام يقول الكاتب هنا او كانت الانتخابات هذا العام انجازا لكتله شبيبه ياسر عرفات لانها تجاوزت حاله التعثر يقول الكاتب وتمكنت من التغلب النسبي على الصعاب التي كانت تواجهها في الأعوام الماضية وفازت الشبيبة بالنقاط على حركة حماس رغم أن كلا الحركتين حصلت على عدد متساو من المقاعد لكن مع تميز حركة فتح بتجاوزها حركة حماس بستة أو بثمانية وستين صوتا ويقول الكاتب أعتقد أن ما حصل له أسباب عدة منها أن الشبيبة بدأت معركتها باكرا ويستكمل الكاتب أيضا بالقول أن أهمية الانتخابات في الجامعات والنقابات المختلفة في في الضفة الفلسطينية لدليل قاطع على المناخ الصحي الذي يعيشه الجناح الشمالي من الوطن بعكس ما يعاني منه الجناح الجنوبي من تكميم للأفواه ومع ذلك يخرج قادة حركة حماس، نموذجا خليل الحية نائب السنوار في قيادة القطاع، ويحمل الرئيس أبو مازن المسؤولية عما آلت إليه الأمور، ثم يعلن استعداده وجاهزية حركته الإنقلابية للذهاب للانتخابات يقول الكاتب. وتكمل أيضا الصحيفة، صحيفة الحياة الجديدة تقول وهو يعلم علم اليقين أي الحية أنه لولا محمود عباس كما لما شاركت حماس في الانتخابات عام 2006، ومع ذلك الميدان مفتوح امامهم للعوده لصناديق الاقتراع، ان كانوا جادين ولديهم الاستعداد للاستماع لصوت الشعب ورايه وتوجهه، ولكنهم كما العاده او وفق المثل الشعبي كلام الليل يمحوه النهار لانهم يخشون الانتخابات، يقول الكاتب. مشاهدينا ننتقل في الصحف الفلسطينيه الى صحيفه القدس هل ولدت صفقه القرن ميته هذا العنوان من صحيفه القدس الذي كان يقول صفقة القرن الموعودة من قبل ترامب التي تم تأجيل الإعلان عنها مرارا أو وآخر سبب كان انتظار الانتخابات الإسرائيلية قد تولد ميتة إن رأت النور وبالرغم من أن التفاصيل النهائية غير معروفة يقول الكاتب وبالرغم من التسريبات العديدة حولها إلا أنها بدأت تثير الرعب لدى أصدقاء الولايات المتحدة وأصبح ينظر إليها وكأنها كابوس سوف يحل أو يحل على الناس في احد الايام وتكمل الصحيفة بالقول: لقد تنامت المعارضة لصفقة القرن قبل ان يراها الناس، وذلك لاسباب رئيسية عديدة، اولها ان مهندسي الصفقة مجموعة صغيرة مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، لم تأتي من صلب المؤسسات الامريكية كوزارة الخارجية او البيت الابيض، وهي مجموعة لا تخفي انحيازها لاسرائيل، بل ايضا لنتنياهو المتشدد تحديدا، واليمين الاسرائيلي عموما ايضا، وتكمل القد الإجراءات الأحادية، النقطة الثانية هي الإجراءات الأحادية التي اتخذها ترامب قبل الإعلان عن الصفقة، التي تؤشر إلى قضايا الحل النهائي وبخاصة نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، التي تعكس انحيازا مبكرا ضد الفلسطينيين لا سيما وأن القدس العربية هي أرض محتلة، ما يؤثر في الحل النهائي للقضية الفلسطينية ويؤدي إلى تضييق الخيارات أمام السلطة الفلسطينية. اما النقطة الثالثة تقول صحيفة القدس ان الخطة تشكل تراجعا او خروجا عن القانون الدولي والاتفاقية بين الفلسطينيين والاسرائيليين التي تستند كلها الى مبدا حل الدولتين وما ترشح عن خطة ترامب يبدو انه لا يشمل ذلك. هذه النقطة تقول الصحيفة تحديدا تشكل تحولا كبيرا من الصعب قبوله من قبل اطراف دولية وامريكية وبالتحديد عربية. وفلسطينيه. مشاهدينا ننتقل في الصحف الفلسطينيه الى صحيفه الايام، ومن صحيفه الايام هذا المقال الذي تحدث عن سياسه رئيس وزراء الاحتلال خلال الاعوام الماضيه، فيقول عبد الناصر نجار في هذا المقال بعنوانه: نتنياهو وسياسه احتواء غزه. يقول هنا الكاتب: منذ مده ونتنياهو يعمل على سياسه احتواء غزه وفق الاحتواء العلاجي والوقائي، نظرا لعدم استعداده للذهاب الى حرب جديده على القطاع، على اعتبار ان هناك اولويات اكثر اهميه بالنسبه له، محاولات دوله الاحتلال يقول الكاتب هنا احتواء القطاع ليست وليده الانتخابات الاسرائيليه فقد بدات عمليا بعد الانقسام الفلسطيني وسيطرة حركة حماس على القطاع. وكان هدف إسرائيل منذ البداية هو درء هذه المخاطر المتوقعة من القطاع والعمل على تطويع مجريات الأحداث فيه لتصبح في خدمة إسرائيل بدل أن تكون ضدها. وتكمل الأيام أيضاً. العلاقات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ سيطرتها على القطاع في 2007 كانت كالسير على أحد أو حد السيف اي حدث يعني الاصابه والسقوط وانهيار المنظومه المشكله لهذه العلاقات في ظل سيطره اسرائيليه كامله على الحدود البريه والبحريه والجويه باستثناء معبر رفح الذي كان ايضا مقيدا باتفاق دولي، بمعنى يقول الكاتب ان التشابك السياسي والاقتصادي كان من الصعب جدا الفكاك منه. مشاهدينا بهذا ننتقل الى فاصل ونعود بعده لنستكمل متن الخبر. مشاهدينا اهلا بكم مجددا وبهذا نستكمل متن الخبر والى الصحف العربيه وصحيفه الحياه اللندنيه التي اخترنا منها هذا المقال ميديا اسرائيل وقطاع غزه، فيقول الكاتب هنا ان الارهابي بنيامين نتنياهو يحاول ان يؤلف حكومته الخامسه ليصبح اطول مده في رئاسه الوزراء الاسرائيليه متفوقا بذلك على ديفيد بن غوريون. يقول أيضا إذا انضم أفيكدور ليبرمان وحزبه إسرائيل بيتنا إلى الائتلاف الحكومي يصبح عند نتنياهو 65 عضوا في الكنيسة من أصل 120 عضوا من دون ليبرمان نتنياهو قد يضمن 61 عضوا مؤيدا يقول الكاتب هنا ويكمل ليبرمان عمل مع نتنياهو في السابق إلا أنه ليس سياسيا محترما وصل إلى إسرائيل وعمره 20 سنة وله 40 سنة في السياسة الإسرائيلية إذ عمل مديرا عاما لحزب الليكود ورئيس مكتب رئيس الوزراء وعمل أيضا وزيرا للبنية التحتية والنقل والخارجية ولم ينجح في أي منها يقول الكاتب هو الآن يزعم أنه سينضم إلى المعارضة إذا تغيرت فاصلة واحدة يقول الكاتب في قانون الخدمة العسكرية ويكمل أيضا طبعا نتنياهو يواجه احتمال محاكمته بتهمة الفساد وتلقي الهدايا الثمينة من أثرياء يهود، إلا أنه يرفض, يرفض التخلي عن حصانته السياسية. كان يفترض أن توجه التهم إلى نتنياهو في تموز المقبل، إلا أنني قرأت يقول الكاتب أنها قد تؤجل إلى أيلول المقبل مشاهدينا إلى ثاني الصحف العربية ننتقل إلى صحيفة الخليج والتي اخترنا منها هذا المقال الذي تحدد، تحدث عن كاتدرائية نوتردام هذه الكاتدرائية في هذا المقال نوتردام في ذاكرة التاريخ يقول الكاتب يونس السيد فيقول هذه الكاتدرائية التي بنيت في القرن الثاني عشر أو قبل أكثر من ثمانمائة عام لتجسد فن العمارة القوطية الفرنسية الفريده التي تتميز عن الطراز الروماني القديم بسقوفها العاليه المرتفعه والتي تحملها وتسندها عواميد من الجوانب في الخارج، شهدت عبر تاريخها احداثا مثيره للجدل، الا ان ذلك لا يقلل من قيمتها الفنيه والتاريخيه باعتبارها واحده من حواضن التاريخ بما له ولما عليه. ويكمل ايضا السيد يقول: قله قليله من المتعصبين الذين اتخذوا موقفا شامتا تجاه احتراق هذا الصرح الحضاري استنادا الى افكار ايديولوجيه كما هو حال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيريو نفسكي الذي دعا الروس الى التبرع لترميم الكنائس الروسيه بدلا من نوتردام مذكرا بما سماه فضائع فرنسا قبل دحرهم وطردهم او الانتقادات التي وجهتها الى وسائل اعلام اسرائيليه على خلفيه ما اعتبرته ان الكنيسه شهدت أحد أبرز الأحداث المعادية للسامية عبر التاريخ في إشارة إلى حادثة دينية وقعت في عهد البابا غريغوري التاسع لكن وفي كل الأحوال فإن الكاتدرائية عاشت أسوأ حالاتها في القرن التاسع عشر بحسب الاعتقاد السائد وتعرضت للإهمال إلى أن قام الروائي الفرنسي فيكتور هوغو بتخليدها ومنع اندثارها من خلال روايته الشهيرة أحدب نوتردام بشعة الخارج يقول الكاتب بشاعة الخارج وجمال الداخل هي هي حال الكاتدرائية حتى أن بعض المغردين وضع هوجو في موضع الاتهام لأنه لم يكشف عن شخصية خيالية أخرى كانت تخطط لحرق الكنيسة والحقيقة أن هذا الصرح الحضاري التاريخي المدرج على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم يونسكو وكان يخضع لعملية إعادة الترميم منذ العام الماضي يعيش لحظة مصيرية بعد أن نجا من الانهيار الشامل وتم إنقاذ الكثير الكثير من الرموز واللوحات والايقونات والكنوز التاريخيه مشاهدينا بهذا ننتقل الى نوافذ الصحف العربيه والى الزميله نور الصباح وما جاء في الصحف المصريه اهلا بك نور مرحبا بك نادين واهلا بكم مشاهدينا في هذه الجوله بين اروقه الصحف المصريه والتي تاتيكم دائما عبر برنامج متن الخبر وفي صحيفه اخبار اليوم ورد الحسين تكتب تحت عنوان طبخه القرن وفي هذا المقال تتحدث الحسين عن صفقه القرن وتقول باستقراء سياسه الرئيس الامريكي ترامب وما وصلت اليه العلاقات الامريكيه الاسرائيليه منذ تولي ترامب الحكم نصل للنتيجه السابقه حيث الانحياز الكامل لاسرائيل واجحاف حق الفلسطينيين فقد اعترفت امريكا بالقدس الشريف كعاصمه لاسرائيل في خطوه احجمت عنها ادارات امريكيه عده منذ قرار الكونغرس بنقل السفاره الى القدس عام 1995 كما جرى ارجاء ملف القدس واللاجئين لمفاوضات الوضع النهائي باعتبارها قضايا بالغه الدقه والحساسيه في ذات الصحيفه رهاب عبد الوهاب تكتب تحت عنوان ان لم تستحي فافعل ما شئت وتقول عبد الوهاب في هذا المقال الحقيقة المرة أن المحكمة الجنائية الدولية التي تتمتع بصلاحية محاكمة الأفراد على جرائم الإبادة الجماعية والدولية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان غضت البصر على مدار 17 عاما هي عمرها عن الجرائم التي ترتكبها أمريكا أو الناتو أو إسرائيل وتحاكم ضحاياهم فأين هو عقاب الانتهاكات الأمريكية في سجن أبو غريب في العراق؟ او التجاوزات الاسرائيليه المستمره ضد الفلسطينيين أخيرا في صحيفة الأهرام نيفين مصعد تكتب تحت عنوان ربع قرن على مؤتمر بكين وتقول مصعد في هذا المقال استعدادا للاحتفال بمرور خمسة وعشرين عاما على انعقاد مؤتمر بكين للمرأة كان من المهم التوقف لتقييم مدى تقدم البلدان المختلفة في تنفيذ أعلان المؤتمر ومنهاجه في مجال تحقيق المساواة بين الرجال والنساء ودور منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذا التقدم فضلا عن المعوقات التي تعترض الوصول للاهداف المرجوه. التقييم المذكور هو جزء من عمليه تراكميه تنتهي باعداد تقرير اقليمي عربي يرفع الى لجنه وضع المراه التابعه للامم المتحده بحلول شهر مارس اذار عام 2021. هنا مشاهدينا تنتهي هذه الجولة بين أعمدة الصحف المصرية، الآن عودة إليك نادين في استوديوهات رام شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا لك نور مشاهدينا، بهذا ننتقل إلى الصحف الأردنية ومع الزميلة أروى حمد، أهلا بك أروى. شكرا لك نادين ونرحب بكم مشاهدينا في هذه الجولة الجديدة في الصحافة الأردنية، نستهلها مع صحيفة الغد واخترنا لكم مقالا للكاتب أحمد القرعان تحت عنوان: لاات الملك ثوابت وطن وحياه امه يقول الكاتب الاردن كغيره من دول المنطقه ليس بمناى عن خطر ما يسمى بصفقه القرن ولذلك تسلح الملك بسلاح الحذر فاطلق مسبقا لحمايه الاردن لآته الثلاث لا للتوطين ولا للوطن البديل ولا للتخلي عن القدس ويضيف الكاتب: صفقة القرن مرفوضة على صعيد القيادة والشعب، حتى لو تم تجويعنا لأن المصلحة القومية للدولة الأردنية وللشعب الأردني فوق كل اعتبار. ومن صحيفة الغد ننتقل معكم إلى مقال الكاتب كمال زكرنا في صحيفة الدستور تحت عنوان: حان وقت العمل لمواجهة المشروع الأمريكي. يقول الكاتب في ظل تعاظم التحديات فإن الانتقال إلى مرحلة العمل والمواجهة الحقيقية للمشروع الصهيو التصفوي بات ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير فبعد أن سبقتنا أوروبا في تشكيل محاور وجماعات ضغط للتصدي المشروع التدميري حيث استشعرت الخطر الحقيقي له ليس فقط على المنطقة العربية وإنما تدرك جيدا أن امتداداته سوف تصل إلى دول أوروبية ويضيف الكاتب: الهجوم الاعلامي العربي على صفقه القرن وسياسات ترامب وانحيازه الكامل الى العدو الاسرائيلي المحتل يجب ان يستمر لكن يجب ان يترافق معه تحرك سياسي دبلوماسي يفوقه حجما وتاثيرا على المستوى العالمي. وننتقل الى صحيفه الراي وفي ذات السياق كتب محمد سويدان مقالا تحت عنوان: الوجدان العربي يرفض صفقه القرن. يقول الكاتب: يتخوف العرب وخصوصا الفلسطينيين والأردنيين مما تحمله هذه الصفقة من مخططات لتصفية القضية الفلسطينية، فترامب ومنذ مجيئه إلى البيت الأبيض لم يتخذ أي قرار لصالح الشعب العربي الفلسطيني ويضيف الكاتب من يتابع ردود الفعل في فلسطين والاردن والدول العربيه على صفقه القرن يعرف انها لن تمر مهما حملت من خطوره وضغوط فالقضيه الفلسطينيه تعيش في وجدان كل عربي. ومع هذا المقال تكون جولتنا في الصحافه الاردنيه قد انتهت وعوده اليك نادين. شكرا لك اروى بهذا مشاهدينا ننتقل الى فاصل نعود بعده. مشاهدينا اهلا بكم مرة أخرى. أعلى أو أعلنت خلال هذا الأسبوع أجزاء من تقرير مولر بالرغم من نشره كاملا إلا أن أجزاءه كثيرة ظللت حرفيا من التقرير. تقرير مولر ومولر نفسه أزعج الرئيس الأمريكي خلال العامين الماضيين لذا اخترنا من الصحف الدولية هذا المقال من صحيفة نيويورك تايمز والذي جاء بعنوان مولر يلمح لكابوس امن قومي. تقول ذا نيويورك تايمز في هذا المقال ان تقرير مولر ليس قريبا بالفعل من كونه تحقيقا كاملا بما يخص المحامي الخاص بترامب روبرت مولر، وهذا ليس فقط بسبب التنقيحات التي اجريت، ولكن عندما تم تعيين مولر ورث الاشراف على تحقيق مكافحه التجسس للأف بي اي، وهذا هو الجزء المفقود من تقريره. قد يحصل الرئيس ترامب على التبرئه بتهمه التنسيق الجنائي تقول الصحيفة لكن تحقيق مكافحة التجسس يمكن أن يسفر عن ما هو أكثر أهمية وهو تقييم استخباراتي لمدى احتمال قيام شخص ما وفي هذه الحالة الرئيس ترامب بالتصرف بقصد أو عن غير قصد تحت تأثير أو بالتعاون مع قوة أجنبية تقول الصحيفة فهل كان دونالد ترامب بمعرفته أو عدمها يعمل كالأصول الروسية التي تم استخدامها لتقويض قدرات الديمقراطية ديمقراطيتنا وأمننا القومي تقول صحيفة The New York Times وتكمل أيضا بالقول إنه تم تقديم تقرير مولر العام وحده أو قدم هذا التقرير أدلة كافية لنقلق من أن مصالح الأمن القومي الأمريكية لا توجه ضمن أو لا توجه ضمن السياسة الخارجية الأمريكية التحقيق في مكافحة التجسس لم يكتمل بالضرورة ولكن اللمحات التي يمكن رؤيتها في تقرير مولر يجب أن تفجر أجراس إنذار الأمن القومي يقول الكاتب في هذه الصحيفة، وبهذا لنفهم تقرير مولر أكثر، أعدت صحيفة واشنطن بوست هذا التقرير نشاهده سوياً. إنه يوم جديد بالنسبة لي، لا تواطؤ ولا إعاقة للقانون. فاز دونالد ترامب بالرئاسة في خضم هجمة أجنبية ممنهجة على الانتخابات الأمريكية. وهل طلبت من أحد مسؤوليك أن يساعده للقيام بذلك؟ أنه تحدث عن إرجاع العلاقات الروسية الأمريكية لوضع طبيعي تقرير مولر لم يجد اي مؤامره غير قانونيه بين روسيا وحمله ترامب. هذا يجب ان يجعل الناس يشعرون بشكل جيد تجاه الديمقراطيه. يجب ان يجعلهم يشعرون بالافضل. نقبل الاعتذارات اليوم ايضا. لكن هذا لا يعني انه لم يكن هناك افعال خاطئه في الحمله. يكشف ان الرئيس مذنب بخصوص الكذب بشان العلاقات الروسيه ومحاولته التلاعب بنظام العداله. تقرير مولر عندما يتكلمون عن اعاقه العداله نحن نقاوم لماذا نقاوم لانني عرفت ان هذا كان غير قانوني الرئيس حاول ان يزيح المحامي الخاص وان يعكس رفض النائب العام للتحقيق وان يحد من نطاق التحقيق ان يؤثر على شهاده الشهود اذا فشل ترامب في اعاقه العداله فذلك فقط لان هناك من رفض ان ينفذ اوامره هناك ادله كبيره لاظهار ان الرئيس كان محبط وغاضب لان ايمانه ان التحقيق كان يقوض رئاسته مدفوعا من قبل خصومه السياسيين وبدعم من تسريبات غير قانونيه يغلق المدعي العام ملف هذه القضيه لكن الكونغرس لن يسمح بذلك مشاهدينا علي ما يبدو لن يهدأ الديمقراطيون الا بنشر تقرير مولر كاملا دون اي تنقيحات برأيهم فإنه من الطبيعي أن تخفي مولر أو ما يخفي عن مولر عنهم وعدم عمل النائب العام بار بنزاهة تجاه التقرير كون بار هو صديق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى الرسوم الكاريكاتيرية بهذا مشاهدينا ننهي جوله متن الخبر الى اللقاء